كيف اقول لكم واحد الحاجه راه تاكل في المطبخ كلشي كيتذاب كلشي كيتنسى حتى حنا مره كنذابزو نتفني انت كنتغاوتو شويه ولكن ما ينوض في حالو اي بان لكم لاجونتي ما ينوض في حالو ما تعقلوش عليه عادي انا مشعور وعارف راسي مشعور ما كنبغيش كنبغي نبقى ديما كامل ما علينا واحد النهار فهمتي قطعت عليا التليفون كما كنهضروش قطع عليا التليفون بوغ اون و نوتخ غيزون ونسخط عليها ونسخط عليها وشنو درت درت واحد البلان درت بلان ديال خونا هذا اللي دوات عليه خدمه ايه ما جاوبتهاش خليتها تطردك عرفتي بدات كتعيط شي 700,000 ابال وفينك 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 وكذا وهذا وندمت علاش ندمت ندمتك صراحه ندمت ما كانش عليا النهار اللي ندمت لي فريمون عرفتي ندمت على النهار اللي بغيت تبقى معايا بغيت معايا في البوست بغيت دائما كنت ندير انا واعر وعيط لي زعما باش نعيط جدا نعيط عيط لي عيط لي عيط لي سيد ما جاوبش بغيت دير معايا ديك البوليتيك لحقاش معمو دارها وانا نشم كيف بغيت دير معايا ما عمري درتها صراحه ما بغيت دير معايا ديك البوليتيك دير زعما غنخلك عمرك تدخلني كيفاش دايره لا شوف ما كاين ما احسن انا داكشي يكون زواون فما تصيفط ميساج لاخور يجاوبك فهمتي في اقرب وقت بوسيبل ولكن انا ماشي كلشي بحال بحال انا بالنسبه لي سي مرميغ اوكي اللي كيبغي يفقسها كيبغي يشيبها لا لا شوف ما بلانش انا ما عمري ما زعما ما نويت نفقس رجاء ولا نشيبها ولا نخليها كتعيط وما نجاوبهاش درتها مره واحده حيت فريمون كنت مقلق اسونيغار كنت فريمون مقلق اسونيغار وقلت بوتيتر كو الا درت هكا غنشوف كيفاش رياكتات وصراحه زعما واحد الناحيه لفت انك عيطتي لي 700,000 ابيل ندلها لا عارف راسي غلط اجي قول هذا لا عارف راسي غلط فاش كنعرف نغلط صافي ولكن باش انت لا باش قرايه انت تخيا ما تجاوبنيش ايوا بديتي ما تعاود تفارقنا دابا شهر وانا اللي غلطه وما كنرضاش نطلب السماحه وحتى هو كيدير فيها عزه نفسي اش ندير شوفي الا كنتي غلطه فيها بس طلبي السماحه ولكن عاوتاني هو ما يزيدش فيه حتى هي حتى انت علاش علاش خليتيني نتقطعش عليك ونشد فيك عرفتي شنو على حتى انت كدير لا ميم شوز مع عمرك كنتي مقلقه عليا وقطعتي عليا وهربتي لا انا كنبغي كتجاوبني كتجاوبني الله يجعلها كاع تبقى عليا بالسكبان المهم بعدا كتهضر معاك احسن حاجه تقدري ديري طيب علاش كتاكل الشكلاط ولا كندير الدجاج يبالو لي حبسوا لي كومونتير المهم خلينا نرجعوا للطياب ديالنا ها راني شلت البصله كامله غادي نتسنى هذا الربا كامل ينشف ياك لي كومونتير مابقاش كيطلع كيوصل اللايف واحد الحد ما كيبقاوش يطلعوا لي كومونتير ما عرفتش علاش المهم غنتسنى انه هذا الاخر ينشف وتبقى لي داك شويه ديال الربا ديال الدجاج ونديرو في التخميره ونزيد لها هذا ونزيد لها البصله هذه ونزيد لها عاوتاني القزبر معدنوس الثوم داكشي كامل وقيلا بصلة وحدة ضرام انا كانت كدير ثلاثة بصلات حيت هما بزاف انا عانيش حنايا انا وعمر البنات ما مش كيطلعوا لي كومونتير حتى انا كنغسل المواعن لحبيبتي ونطيب لها وتعلمت الدارجه على قبلها مع اني فلسطيني وجاتني صعيبه ولكن الزينه ديال حياتي وراها كتقرا دابا كنبغيك اوه اجي شوف واحد الراجل شنو خلى المراته هنايا اجي نبوس انا شوف هذا شنو خلى المراته هنا حتى انا كنغسل المواعن لحبيبتي ونطيب لها وتعلمت الدارجه على قبلها مع اني فلسطيني وجاتني صعيبه ولكنها الزينه ديال حياتي وراها كتقرا دابا كنبغيك غزالتي فلسطيني تعلم الدارجة على ودها يلا باي باي باي
بيناتنا حب وعشره زوينه، ولكن في ما كيكون عنده شي مشكل كيتقلب عليا ما كيبقاش يهضر معايا كيرجع واحد اخر. انا كان عندي هذا المشكل فاش ما كنت دابز انا وعمر، كنت كنتعصب كنولي واحد اخر، ولكن بالحق فوقاش غير كنبرد صافي كنرجع كنطلب السماحه. فاش كنت كنتعصب كنت كنغلط كنقول شي حوايج ما يتقالوش، ففيها الواحد بس فاش يغلط هذا يطلب السماحه. كنا كنت غلط شي غلط كبير شي مرات كنميك الصراحه. رجاء كيفاش نقدر نخرجو من قلبي؟ ما قدرت نكرهو ولا نحيدو من بالي، بغيتو من قلبي. كان موعدني بالزواج، خططنا شحال من حاجه مع بعض، في الاخر خاني مع وحده اخرى وبلوكيتو، ما قدرتش نحيدو من بالي. وخرجني اختي العزيزه، خاصك تعرفي بعدا بلي هذا المشكل ديالك راه مشكل معظم البنات في الكره الارضيه. بزاف كتبغي واحد كيكون موعدها بالزواج وبالتالي كيخونها ولا كيصدق شي مشكل. فباش تقدري تنوضي خاصك اول حاجه تخفي المشكله ديالك، تصغريها. عارفي انه tu n'es pas la seule، وكاين بزاف د البنات كيطيحوا في هذا المشكل هذا. كتكون معاه من موعدها بالزواج كذب عليها كيمشي كيخونها ولا شي حاجه بحال هكا. علاش لايف راه ينقص؟ واش ما عنديش الكونيكسيون ولا عارف شنو المشكل؟ الله يفيه مشكل، راه كينقص بطريقة غريبة. عمر